اللي رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. قدمنا مع بعض، انا قدمت الرز اللي طلع مع النسخه اللي دخلت او الفراخ اللي عملناها مع بعض في اول الحلقه بالشكل الجميل حضراتكم شايفينه ده، مع الرز اللي بالزعفران. واتمنى رب تنول اعجاب حضراتكم، ان شاء الله رب تجربوها وتبعتوا لنا بقى التطبيقات الحلوه علشان نعرضها معانا باذن الله. طيب عملنا السلطه الجميله المكسيكيه بالبقوليات وحطينا معها خس وخضروات، وتقدروا تنوعوا في البقوليات بالشكل اللي يريحكم. عايزين بقى نحلي بحاجة مرطبة شوية، يعني الواحد لما بيأكل حاجة كده فيها بهارات وشوية حاجات منكهات كده جميلة بيبقى عاوز يأكل حاجة مرطبة. الحقيقة أنا قلت نعمل، يعني ناس كتير قوي تبعت تقول إيه عندنا بنحب نشتري كيكس أو بنحب نعمل كيكس أو سويس رول، لما بينشف شوية ما بنبقاش قادرين ناكله فريش فبنبقى مش عارفين نعمل ايه. احنا هنعمل حاجه لطيفه بالايس كريم، ويا سلام لو احنا عاملين ايس كريم في البيت هيبقى رائع. تعالوا كده نعمل وصفه لطيفه جدا للحل، هي تورته السويس رول بالايس كريم الفانيلا. تعالوا نشوف مع بعض مقاديرها ايه. عندنا شرايح من السويس رول، السويس رول بقى اللي موجود عند حضراتكم لو هو بالمربى زي ما احنا يعني جايبينه كده وموجود. عندنا ايس كريم من الفانيليا، انا الحقيقه هطعم بالايس كريم ده مع مربى التوت. طيب هنبدا نعمل ازاي، هنشتغل بقى على الموضوع ده بطريقه سهله وجميله. نقدر بقى نختار الشكل اللي يعجبنا، نقدر يبقى السويس رول ده بالشوكولاته، محشي شوكولاته او محشي مثلا زبده لوتس او زبده فول سوداني ميكس مع كراميل، في حاجات كتير قوي. عشان كده بقول لحضراتكم يفضل لو احنا عاملين ايس كريم في البيت، الايس كريم ده بيبقى حاجه منعشه في الصيف جدا، الولاد بتحبه قوي، ويا سلام احنا عاملينه والتيست والطعم بتاعه في البيت مختلف، لانه اكيد احنا هنستخدم حاجات في البيت، مش هنستخسر ان احنا نحط كريمه او نحط الحاجات الجميله اللي بتطعم الايس كريم بتاعنا. طيب انا هعمل ايه بقى، انا جبت بوله عاديه اللي انا هقدم فيها الشكل بتاع السويس رول، هاخد كده طبقه بس من الاسترتش عشان الطبقه دي هي اللي هتمنع لزق او ان السويس رول نفسه يلزق في البوله، فانا محتاجه ان انا افصل بين الاثنين عشان اقدر اقلبها بسهوله بعد كده. طيب هعمل كده وايه ونعمل طبقه كده، وطبعا السويس رول احنا عملناه قبل كده وهنعمله تاني مع حضراتكم، مفيش اي مشكله عشان لو حابين انكم تخلوه معاكم وتعملوه في البيت ويبقى من الحاجات المحببه عند ناس كتير جدا. في ناس كمان بتحب تحشيه كريمه وتعمله بالشوكولاته، كريمه الشوكولاته او كريمه الفانيلا، مفيش مشكله الطريقه اللي تناسب حضراتكم. طيب انا هبدا كده افك ال الكلامفل، ودايما خلوا لما تيجوا تقطعوا يكون كده الكلامفل مش باين، خلوا دايما حرفه كده ايه لما نيجي نشتغل نروح عاملين ايه تانيين جزء منه حرفه بالطول عشان لما نيجي نفتح تاني ما يبقى مسهل علينا الفتح، ما نبقاش ايه قاعدين بندور عليه في وسط الرول. طيب هعمل كده وهبدا اخد جزء منه احطه فين في البوله. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو كده يلا بينا اهو كده عشان كمان ما يتقطعش ويبوظ الرول. طيب اخد كده اهو بسم الله كده، وهعمل جزء كده كده، معلش هنزل ده عادي وهعمل واحدة تانية عكسها، يعني ايه مش هكتفي بواحدة بس اهو، بصوا هريح بس كده توصل للقاع وانا برص كده كده كده، واعتقد كده ممكن تبقى لطيفة. تعالوا بقى ايه نقطع هنا اوكي، وهناخد نريح هنا كده شوية عشان نبدأ نرص مع بعض السويس رول. تمام كده اهو، وهنبدا بقى ناخد ايه وحدات السويس رول دي نرصها داير ما يدور. نقدر نعمل ده في بولات صغيره لو حابين، ونقدر نعمله في بوله كبيره ويتقطع يبقى شكله جميل. عايزين تحطوا جوه كريمه ويبنج كريم مع كريم شانتي او ايس كريم مع مثلا زبده لوتس مع اي يعني منكهات انتوا حابينها مفيش مشكله. تعالوا بقى نبدا ناخد كده
السويس رول، هبدا احط هنا كده في القاع، عايزه بس اريح كده دي شويه هنا ده. اوكي، وهناخد حواليها نرص كده بشكل دائري شكله حلو كده، شايفين كده، ونكبر نملى الفراغات. دي برضو من الحاجات اللطيفة، نكبس كده شوية على بعض عشان ما يبقاش فيه فروق جامدة. هنا اهو لف كده داير ما يدور، هنعلي تاني نعمل لحد فوق لما يبقى فيه طبقة لحد فوق اهو هنا كده لحد الحواف كده. الشكل حضراتكم شايفينه ده كده، شايفين ازاي تدينا الشكل الحلو. بسم الله. تمام، نعمل كده كده، بصوا على الموضوع شايفين ازاي عملت داير ما يدور البولة بتاعتي كده. هاجي بقى هنا هاخد معلقة كده وشوكة ابدأ اهرس بس شوية الايس كريم المفروض ان احنا ايه جايبينه او اللي احنا هنشتغل بيه كده، نفتفته كده كده عشان يبقى لين معايا واقدر احشي بشكل كويس كده. هعمل طبقه في الاول كده كده، مش عايزه يسيح قوي، انا عايزه يبقى ايه عارفين نص زي القوام اللي حضراتكم شايفينه كده دلوقتي، له سايح ولا هو سائل. بسم الله، هناخد كده كمية من الايس كريم ده كده، خليه بس الاول اعمل كده، وهنحط طبقة تاني من الكيك في النص. بس هنا بقى أنا عايزة أزود شوية من المربى، مربى التوت، بصوا قطعة كده حلوة، بصوا الجمال كده أهو شايفين. طيب، وهاخد طبقة تانية من السويسرانا، ممكن أعمل طبقتين وممكن أعمل ثلاثة لو عاوزة، ممكن اعمله كله طبقه واحده بس كده هيبقى احلى كده. اهو كده كده، وهحط الطبقه الثانيه من فوق اهي من الايس كريم كده كده. كده شايفين، نفرد بقى حلو. طبعا اي مربى احنا عاملينها في البيت عايزين بقى تعملوها بالتوت، تعملوها بالمشمش، اي حاجه من الحاجات الجميله. طبعا لو مربات بيتي بقى بتبقى تجنن كمان الحقيقه يعني. خلينا ناخد كده شوية من مربى التوت الحلوة دي، نعمل بس كده ايه يبقى في الايس كريم فيه طعم حلو كده، شايفين الجمال يعني
الحليب المكثف المحلى اللي بنعمله في البيت اللي حضراتكم سألته بيعمل معانا كمية حلوة في البيت ويعمل معانا أنواع آيس كريم حلوة جدا. ناخد طبقة تاني من السويس رول ونبدأ نقفل. دي طريقة جميلة جدا ونعيشها. الكيك مع الآيس كريم بيبقى من الحاجات المحببة. ناس كتير قوي بتحب تورتات الآيس كريم عشان طبقة الكيك اللي بتكون تحت. شايفين ازاي؟ كده بعمل كده كويس، بنزل كده شايفين عشان يبقى خليط واحد مع بعض. سو انا عماله اضغط بايدي اخلي الحروف دي اهي في سوا الايه الطبقه اللي احنا حطيناها. وهاجي بقى بالكلانفل ده اللي احنا طلعنا منه جزء، هروح مقفله كده تقفيله حلوه كده هنا والناحيه الثانيه علشان ادخله الثلاجه يبقى تمام وما ينشفش زي ما حضراتكم شايفين اهو. شايفين ازاي اهو؟ هيبقى سهل كمان لما نيجي نقلبه. طيب انا اتبقى عندي شويه هسيبهم عادي جدا. ممكن الكيك ده لو عندي ايس كريم عادي ممكن احط طبقه من السويس رول عليها بوله الايس كريم عليها صوص شوكليت سخن، صوص شوكليت، صوص كراميل سخن، اي نوع من انواع الصوصات اللي بنحبها هيبقى لطيف واكله حلوه الولاد هيحبوها. واحنا عندنا اوريدي الحاجات بنعملها في البيت كتير فليه ما نستفدش منها. طيب انا دلوقتي هبدا كده اجيب طبق من الاطباق دي. خليني اشوف ده هيبقى قد البوله بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كده اوكي اوكي هيبقى قد البوله ان شاء الله. هبدا اشيل كده الطبقه دي من البلاستيك. ممكن اكياس ثلاجه. انا بصوا عامله يعني بدي لحضراتكم افكار وبشتغل بواحده وبشتغل بحاجه ثانيه مع حضراتكم عشان يبقى فيه الفكرتين موجودين. هنعمل كده هنعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنشوف لو نقدر نقلب الثانيه كمان. بصوا بقى لما باجي ارفع بسم الله دي اكياس ثلاجه اهو. شكلها جميل جدا. وخليني اجرب الثانيه كده اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي. بصوا شوف كده هي دي لازم تدخل بس الثلاجه شويه كده. بصوا خلينا نتاكد اذا كانت تمام بس عشان يمسك الايس كريم كويس. خلينا بقى ايه نجرب. ما انا مش هشيل عليها ده الا لما تتماسك تماما اهو. عندي بقى صوص فراوله ممكن نحطه نجرنش بيه الجمال الحلو ده. خليني بس ايه اوسع لنفسي هنا عشان لما احط الحاجات الحلوه دي نبقى عندنا هنا مكان. هاخد كده بصوص الفراوله شايفين الجمال هنا. احنا عملنا قبل كده الصوص الحلو ده وفي ناس بتستخدم معاه شربات الفراوله لو حابين مفيش مشكله. بصوا بقى استمتعوا بال يعني اكله حلوه منعشه هتتقطع زي التورته شكلها حلو. نقدر نعملها بالسويس رول شوكولاته ونقدر نعملها بالسويس رول الفاتح. الطريقه اللي تريح حضراتكم يعني مفيش مشكله. بسم الله اهو بصوا وادي الثانيه ممكن نحطها هنا مفيش مشكله. وعملنا النهارده الدجاج التندوري عملها بطريقه بسيطه وسهله تقدروا تستمتعوا بيها لانها
من حاجات الحلوة والتتبيلات اللي فيها طعم وتيست حلو. ده ميزة اللون أو اللي بيميز الوصفة دي، توابلها واللون بتاعها. كمان عملنا معاها الرز اللي بالزعفران، استخدمنا الزعفران الشعر واستخدمنا الزعفران الباودر، لو مش موجود ده مفيش مشكلة. ادانا كده لون رز جميل وطعم حلو كده. وعملنا سلطة البقوليات المكسيكية، طريقة لطيفة ودرسان كده بسيط. والحلو اللي احنا عملناه مرتب أو بيرتب تورتة الايس كريم او سويس رول بالايس كريم. اتمنى يا رب الوصفات تنول اعجاب حضراتكم وتكون بسيطه وسهله والافكار كتير، وحضراتكم اكيد كل حد فيكم ليه لمسه جميله. الحقيقه انا بعتز جدا بالطريقه اللي بتقدموا بيها وبتقدموها وتبعتوا لي على البوست الخاص بالتطبيقات الخاصه بحضراتكم. طبعا بتسعدني جدا وبشوف حاجات جميله جدا، وبجد دايما عامر بوجودكم، ودايما يا رب بيوتكم مليانه بالخير والبركه. انا طبعا مش هقدر اقول اي حاجه غير انه اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا الحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده. والسلام عليكم.